من واشنطن تنضم إلينا مراسلة العربية منى الشقاقي. منى مرحبا بك. أولا ذكرينا بأهم ما ورد في تصريحات بومبيو. نعم، لا استثناءات ولا إعفاءات، هذا كان بشكل عام ما قاله وزير الخارجية مايك بومبيو عن قضية هذه الإعفاءات. علينا ألا ننسى بأن مبيعات إيران للنفط كانت 2.5 مليون برميل باليوم قبل عام، قبل عام تحديدا من هذا الوقت، ومن ثم تم فرض العقوبات، الأمر الذي أنزل هذه المبيعات إلى 1 مليون برميل في اليوم فقط الآن. فبالتالي الولايات المتحدة تعتقد بأن وضع السوق الآن جيد فيما يتعلق بهذه القضية، الأمر الذي يسمح للولايات المتحدة بأن تقوم بالإعلان عن مثل هذه الخطوة. هذه أيضا إشارة إن الولايات المتحدة طبعا تحاول أن تصعد من ضغطها على إيران. هي تقول نريد أن تكون ثمن ما تقوم به إيران من أعمال تخريبية في المنطقة أغلى بكثير مما هو الآن، وهي تشير إلى أن الضغط الذي بدأ العام الماضي قليلا وشيئا فشيئا له تأثير، ولكن طبعا هم يريدون أن يرفعوا هذا التأثير. الهدف كما يقول مايك بومبيو هو يريد أن يدفع الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، وهو تحدث عن أهداف الولايات المتحدة التي سمعناها سابقا فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، الأسلحة البالستية الإيرانية، الأعمال التخريبية في المنطقة، بالإضافة إلى اعتقالها للأمريكيين. فبالتالي هي اختلاف فيما يتعلق بين إدارة ترامب وإدارة أوباما التي كانت تنظر إلى قضية واحدة فقط فيما يتعلق بمفاوضاتها مع إيران. طبعا كل هذه القضايا الآن تقول الولايات المتحدة أنها تستطيع أن تقوم بها بسبب دعم السعودية والإمارات لهذه الخطوات. هي تقول بأنها ستوفر البترول الكافي. علينا أن لا ننسى عندما قامت الولايات المتحدة بتوفير هذه الإعفاءات كانت لثماني دول. نعم. ثلاثة من هذه الدول اليونان وإيطاليا وتايوان أصلا خفضت استيرادها إلى الصفر. القضية الأساسية والسؤال الأساسي سيتعلق بالصين. ما زالت استيرادات الصين للبترول الإيراني تصل إلى نفس المستوى التي كانت عليه في عام 2011. وبالتالي ما الذي ستفعله الولايات المتحدة مع الصين؟ الصين التي يعني تتعامل مع النفط الإيراني كسلاح في حربها التجارية مع الولايات المتحدة، الصين التي رفعت كذلك استيراداتها من النفط الإيراني على مدى الشهرين الماضيين، خفضت أو أوقفت تقريبا مشترياتها تماما من النفط الأمريكي. ماذا ستفعل لها واشنطن؟ تحديدا هذا هو السؤال الذي يسأله الجميع. طبعا الولايات المتحدة تقول بشكل عام بأنها لن تكون هناك أي إعفاءات وأنها ستقوم بفرض العقوبات على هذه الدول، ولكن طبعا في السابق هذه الدول ودول مثلا مثل تركيا كانت تعتبر بأن علاقتها الثنائية مع الولايات المتحدة أن هناك قضايا أخرى أهم من إيران في علاقتها مع الولايات المتحدة، مثلا مثل قضايا النقاشات والمفاوضات التجارية والتعرفة الجمركية مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالصين، ومثلا قضايا مثل الناتو ومبيعات الأسلحة وال يعني الأنظمة الدفاعية التي تتحدث عنها تركيا بالإضافة إلى تدخلها في سوريا. فبالتالي القضايا هذه في العادة كانت أعلى على مستوى العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وهذه الدول من إيران. الآن ما نراه الآن وما نسمعه بأن هذه الخطوة هي أن القضية الإيرانية أصبحت أولوية لدى الولايات المتحدة في علاقاتها الثنائية مع هذه الدول. فبالتالي ربما ما نتوقعه من الولايات المتحدة هو الضغط سياسيا أولا، ومن ثم ربما تكون هناك عقوبات محدودة في البداية، على الأقل هذا هو التاريخ الأمريكي، محدودة شيئا فشيئا ولكن يتم تصعيدها إن لم تكن هناك أي استجابة من هذه الدول. علينا أن لا ننسى أن ما تفعله الولايات المتحدة هو غير مسبوق، يعني منذ أن تم اكتشاف النفط في إيران لم تصل مبيعات النفط الإيراني إلى صفر. فبالتالي إن استطاعت الولايات المتحدة بالفعل أن تقوم بهذه الخطوة، الخطوة التي يطالبها الصقور في الولايات المتحدة منذ فترة، فبالتالي سيكون هذا إنجاز كبير جدا بالنسبة للولايات المتحدة. وهناك اعتقادات بأن دافع هذه الخطوة هو بومبيو من ناحية في وزارة الخارجية، ولكن أيضا تعيين جون بولتون مستشارا للأمن القومي في البيت الأبيض زاد من الضغط على هذه القضية. نعم. ورفع من وتيرة هذا الضغط على إيران. شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسلة العربية منى الشقاقي. مباشرة نتحول إلى جدة إلى المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد الصبان. دكتور محمد أهلا وسهلا بك في نشرة الرابعة. ما حدث ليس مفاجئا لكنه كان مخالفا إلى حد ما لكثير من توقعات المراقبين لأسواق النفط. هناك من كان يرى بأن ترامب سيمدد هذه الإعفاءات هذه الاستثناءات لهذه الدول. اليوم
أصبح الأمر واضحا، لا استثناءات لا إعفاءات. إلى أي مدى كما جاء في تصريح الفالح وزير النفط السعودي، هذه الدول السعودية والإمارات قادرة على سد العجز المتوقع بعد خروج النفط الإيراني من السوق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح كانت التوقعات أو كانت تصريحات الأمريكية قبل اليوم كانت تنبئ بأن قائمة الاستثناءات قد تمدد بالنسبة للدول الثمان، لكن أعتقد أن هنالك قراءة أفضل لأسواق النفط من قبل الولايات المتحدة، وأيضا هنالك تنسيق مع المملكة العربية السعودية والأمارات وبعض الدول المنتجة الأخرى من أجل تغطية أي نقص في الأسواق. طبعا المملكة العربية السعودية كلنا يعرف أنها تقوم بتغطية النقص في الأسواق منذ عقود، ليس فقط في هذا القرن بل القرن الماضي أيضا قامت بذلك، ولذلك لم يستغرب أنها هي تتعهد بتغطية أي نقص، لأن هذا هو نهجها وطبعها في توفير الإمدادات. ما يحدث الآن هو أن إيران أصبحت محاصرة تماما، انخفاض صادراتها من 2.5 مليون برميل يوميا إلى أقل من مليون برميل يوميا، واتجاه الولايات المتحدة لوصول صادرات إيران إلى الصفر يجعل من الضغوط كبيرة. لا ننسى أن دخل الإيراني من النفط هو المصدر الرئيسي، المورد الرئيسي صحيح. للدخل في إيران، ولذلك هنالك ضغط كبير على إيران إما أن تخضع أو تواجه هذا المصير الذي قد يؤدي إلى فشل الدولة الإيرانية. اليوم وقبل إعلان بومبيو يعني لا إعفاءات ولا استثناءات، زادت الأسعار 2.5%، هذه زيادة كبيرة جدا في يوم واحد. فإلى ماذا يؤشر ذلك؟ قلق، خوف من مستقبل المنطقة، شكوك ربما في عدم قدرة هذه الدول على تغطية العجز الموجود في السوق. كيف نقرأ ما حدث؟ هو بطبيعة الحال هنا يأتي دور المضاربين. هنالك الكثير من الشكوك حول طبيعة الزيادة التي ستغطي النقص الذي قد يحدث في الأسواق نتيجة لانخفاض أو تدهور أو مزيد من التدهور في الصادرات الإيرانية، مدى قدرة المملكة العربية السعودية والإمارات وغيرها. لا ننسى أن روسيا أيضا لديها طاقة فائضة، المملكة العربية السعودية لديها طاقة فائضة لا تقل عن 2 مليون برميل يوميا، وهنالك حوالي 0.5 مليون برميل يوميا من دول الخليج العربية الأخرى. روسيا أيضا في حدود 500 ألف برميل، هنالك حوالي 2.5 مليون برميل يوميا. هو تزامنت هذه العقوبات أيضا مع عقوبات مع فنزويلا والتي تدهور أيضا إنتاجها، وهذا ما يزيد من الشكوك لدى الأسواق. لكن حتما أنا متأكد أن الدول المنتجة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ستستطيع أن توفر الإمداد الكافي وتبقي الأسعار دون أن تجمح إلى مستويات أعلى بكثير مما هي عليه الآن. مما الخوف؟ إلى أين يمكن أن يصل سعر البترول؟ وهل نحن أمام فترة حرجة يمكن أن تشهد تأرجح في أسعار النفط حتى 3 مايو موعد تطبيق العقوبات الأمريكية بعدم تصدير أي برميل نفط إيراني من المنطقة؟ لا ننسى أن هنالك مستفيدون من فترة الشكوك هذه الضبابية لنقل. لا أحد يعرف متى وفي أي وقت ستأتي الإمدادات لسد أي نقص، لا أحد يعرف مدى التزام الدول التي تم إعفائها من الاستثناءات، وكنتم قد ذكرتم قبل قليل أن الصين هي العضو المجهول، لكن أنا أتفق مع ما ذكرته محررتكم من أن الصين في الواقع تخشى من نتائج تنعكس سلبا على محادثاتها التجارية مع الولايات المتحدة، ولذلك قد تلتزم. لكن هنالك تخوف أيضا من امتداد هذه المسألة إلى نوع من المقايضة. كلنا يعرف أنه في ظل العقوبات السابقة في ظل إدارة أوباما كانت روسيا على سبيل المثال تقايض النفط الإيراني بسلع روسية،
وقد تستمر هذه. وأيضا هنالك قد تكون هنالك مقايضة مع تركيا والعراق وغيرها. فباب التهريب لا زال قائم، باب الخداع لا زال قائم. هنالك استثناءات وهنالك تخفيضات إيرانية بتعطى على البرميل تصل أحيانا إلى 15 إلى 20 دولار للبرميل، تغري كثير من الشركات أن تشتري النفط الإيراني، لكن في المقابل المخاطر من انكشافها ستكون أكبر. ولذلك الشركات التي تتعامل مع إيران ستتوقف تدريجيا. كلنا يعرف أن دول أوروبا التي كانت مستثناة مثل إيطاليا واليونان توقفت تماما عن شراء النفط الإيراني خشية من العقوبات الأمريكية المتوقعة. إذن لو أخذنا كل هذه الأمور نرى أن طريق صادرات النفط الإيرانية هو تدريجيا يتجه إلى الصفر، قد لا يصل إلى الصفر لكنه هو متجه حتما إلى أن يقترب جدا من الصفر. شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا على مقدمته من إفادة، المستشار الاقتصادي والنفط الدكتور محمد الصبان ضيفي من جدة.